عيناها مشدودتان إلى خير البقاع، متوشحة قلادة على الصدر تحمل علم فلسطين، ومعها آهات من فقدتهم من أفراد عائلتها جراء العدوان الصهيوني على غزة، تقف اللاجئة الفلسطينية في مصر دعاء المساري غير بعيدة عن الكعبة الشريفة، محاولة نسيان فقدها لفلذات كبدها الثلاثة وزوجها. ابني استشهد وبنتي الصغيرة استشهدت، عمرها سنة وعشر شهور وابني عمره 8 سنين. ابني ما له أثر طبعاً، لقوه مش عارف لحمة مفتفت، أنا ما شفتهمش. زوجي أخذ شضية براسه، قاعد في العناية أسبوع. أنا كنت مكسور ظهري، طلعوني من تحت الردم، كنت تحت الركام، فطلعت ما حسف إشي بجسمي. فسمعت صوت بنتي الكبيرة عمرها 9 سنين فكانت تبكي. تحاول صاحبة 33 عاماً أن تمسك نفسها ولا تذرف الدموع في أكثر الأماكن قدوسية وسكينة، لكن ذلك لم يثنها عن نقل معاناة الشعب الفلسطيني وبالأخص الغزاويين إلى نساء أخريات، لتكسر بذلك حزناً لازمها لأشهر. مش عارف أوصف لك، حتى وأنا بطول في الكعبة وأنا بلف حوالين الكعبة، الله الله أولادي في السماء حولي الثلاثة وأنا بدعي لهم وما حولي. خليل الرحمن جابر فلسطيني آخر أسعفه الحظ في أداء مناسك الحج ليرفع أكف الدعاء ويصلي لروح أخته التي استشهدت في قصف صهيوني مع طفليها وزوجها. أنا فقدت أختي، حتى أنا قبل ما أفقدها أنا كنت عندها يعني بدقائق أو خلينا نحكي بساعة، فأنا غدرت من عندها وقصفوا البيت عليها. شعور بالأمل وحياة جديدة يزرعها تواجد دعاء وخليل في مكة المكرمة، وكذا لألفي حاج فلسطيني نصفهم من قطاع غزة الرازح تحت قصف الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن هذه اللحظات الفارقة لا تنسيهم الحنين إلى أرضهم وشهدائها الذين ارتقوا جراء العدوان، لتبقى أيديهم مرفوعة إلى السماء ومعها دعاء علّه يخفف أوزار الحرب.